السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عمم الناطق بلسان الشرطة بيانا جاء فيه استمرار لحادث الدهس الذي أسفر عن مصرع الفتاة عروب حبيب الله 15 عام من عنمال في نوفا جرير مساء أمس الخميس، تم تمديد اعتقال السائقين المشتبهين بطلوعهما في الحادث 21 عام من الرينا و20 عام من عنمال حتى يوم 2/7/2020 على سم التحقيقات الجارية بحسب البيان. أضاف البيان خلال التحقيقات في الحادث قام السائق المشتبه الأول 21 عام من رينا بتسليم نفسه للشرطة بعد وقوع الحادث وهربوا من المكان بحسب البيان. وقد مددت الشرطة اعتقال السائقين المتبهين بطلوعهما في الحادث 21 عام من رينا و20 عام واسد حسن كبير من محبيها بعد انتشار خبر وفاتها الشابة الفتاة الصغيرة علوم حبيب الله كانت صاحبة ابتسامة، وأن يتم التحقيق مع المشتبهين في الحادث الذي تسبب في وفاة الفتاة والشابة علوم حبيب الله رحمه الله واسكنها فسيح جنتها. إن الله وإن إليه راجعون، البقاء لله.